عندنا عقدة احتار الطب في علاجها، اسمها عقدة الخواجة. عقدة أساسها إننا مش عارفين قيمة نفسنا، فاكرين إن الخواجة أشطر مننا، مع إن الخواجة نفسه بقى بيبعت يصنع حاجته عندنا من مصر للعالم كله. في آخر كام سنة بقينا بنصنع كل حاجة وأي حاجة، من الإبرة للصاروخ. كل اللي بيطلع من المصنع بيبدأ من البقرة دي. ملابس، إكسسوار، صناعات غذائية، جلود، أجهزة كهربائية، صناعات تقيلة، صناعات مكملة، كله موجود عندنا. في آخر 5 سنين بس كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكونتينرات المتحملة بالضاعة من صنع إيدينا، بتسافر لكل بلاد العالم خارجة من هنا، من عندنا في مصر. أشهر الماركات العالمية وأكبر الأسامي العريقة في الصناعات المتطورة، منتجاتها بتتصنع عندنا وتتشحن على بلادها، وعليها ختمنا، ختم بكل فخر صنع في مصر. نسيبنا بقى من عقدة الخواجة وخلينا في مصر. مصر في آخر كام سنة حصل فيها شغل نقلها نقلة تانية على الخريطة الصناعية، وبقت لعيب أساسي في الصناعات كتيرة متطورة. سر الصنعة والخبرة والحرفنة وتاريخ كل صناعة من أولها هنعرفه هنا في الكونتينر. الرئيسي حديداز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.